جاني شخص عايش في فرنسا، دار معي الحصص، وأول حصة كانت عنده. هاد السيد حافظ 60 حزب، والله العلي العظيم، والله شاهد على ما أقول، والله بيني وبينكم. دار معي حصة وحدة، تلقيته هادي يومين باش تلقيته من بعد ديك الحصة هاديك. قال لي والله العظيم فيما كان حط راسي على السجود، فيما كان سجد كنقول يا ربي تفرح داك السيد. هذا خدم معي حصة وحدة عايش في فرنسا، تخيل هاد الحصة كي غتكون في الواتساب. لهذا كنقولك اجي عندي الواتساب، اي مشكل عندك مع الفرنسية غيتحل في 3 شهور. بغيتي تخدم معي راك تشوفني ابي الفيديو في الواتساب وبوحدك في الحصة، ما معك حتى واحد. 3 الحصات في السيمانة. بالنسبة للعيالات ولا البنات يمكن لهم يحيدوا الكاميرا ما نشوفهمش، يشوفوني غي انا. اللي بغيت تسجل معي راه كنجاوب على الرسائل اللي فيهم رقم الواتساب فقط. الا بغيتي نجاوب على الرسالة ديالك غنجاوب عليها الا شفت رقم الواتساب صيفطوا لي هنا في الجيميل. اللي بغى يراسلني صيفط لي في الجيميل، هنا هذا هو الجيميل ديالي. كتب لي رقم الواتساب في الاول ما فيها باس، رقم الواتساب، وكتب لي من التحت علاش بغيتي تعلم الفرنسي، واش محتاجه في القرايه، في الخدمه، فاش محتاجه. هنا في الجيميل صيفط لي في الجيميل ديالي رقم الهاتف، والجيميل كتبوا بشكل صحيح كالعاده، ديما كنلح عليها hamzalmuallam@gmail.com. شوف كيفاش كيتكتب hamzalmuallam@gmail.com، وحمزه المعلم بحروف صغار @gmail.com. وغنجاوبك وعد مني الا شفت رقم الواتساب في اول رساله. 3 شهور هاد العقده تحيد في خطره، اوكي؟ وعد مني، لأنك كنركز على الكومونيكاسيون، ماشي كنعقد الامور بلا كونجيزون لا غرامير ونطول لك الطريق. لا، كيفاش تهضر بلا ما تبلوكا، كيفاش تجاوب، كيفاش ما يكونش عندك تردد في المحادثه، ونعرف بلي مشكلتك هي هذه. فاليوم غادي نشوف واحد المشكل كبير، الناس كتخلط ما بين تيرمينه وفينير. هاد لي دو فيرب راهم مختلفين، ماشي بحال بحال. الله يجازيكم بخير. راه كنشوف بزاف ديال الناس كيقولوا جي تيرميني مون طرافاي، مزيانه، ولكن بعض الناس كيقولوا جي فيني مون طرافاي، خطا. مثلا انا كنخدم مثلا في الزليج باي اكزومبل، ولا في النجاره، ولا مشيت خدمت لواحد السيد، ياك يعني خدمت له هذاك الماريو، ولا خدمت له وانا يعني باقي عندي الخدمه غدا، غادي نمشي غير النهار ديالي تسالى، النهار ديالي نهار الخدمه ديالي تسالى، ولكن غنرجع غدا نكمل داك الخدمه هذيك اللي بديتها. راه ما يمكنش نقول جي فيني مون طرافاي، غنقول جي تيرميني مون طرافاي، لحقاش غنرجع نكمل الخدمه غدا. فوقاش كنقول جي فيني مون طرافاي؟ هي ان داك العمل هذاك ساليته في خطره ما غنرجعش ليه. وهذا واحد الخطا كيرتكبوه حتى التلاميذ، كيقولوا جي فيني مون طرافاي، نو خطا، خص تقول جي تيرميني مون طرافاي. لحقاش انت راه ماشي غدير غير تمرين واحد وتقول جي تيرميني مون جي فيني مون طرافاي، نو انت راه غتكمل التمرين غدا، وغتكمل التمرين بعد غدا، وغتجي للمدرسه غدا، وغتجي للمدرسه بعد غدا، انت العمل ديالك ديما مستمر. خصك ديما تقول جي تيرميني مون طرافاي، اوكي؟ فاش كتكون ساليتي في خطره كتقول جي فيني، فاش كتكون ساليتي ومازال غتكمل غتقول جي تيرميني. سالي فهمتوني؟ ولكن انا كنقول لكم باللي في الواتساب يعني كاين لا كومونيكاسيون، كاين كيفاش تهضر بلا ما تبلوكا، كومون كومونيكي سون ايزيتي او نيفو دو لا ديسكوسيون فرونسيز، تو فوا كومون بارلي سون بلوكي سون فيكسي او سان دو كونفرساسيون كيلكونك. فغتعلم التواصل بطلاقه ان شاء الله بقدره السميع العليم انا غير سبب. الا بغيتي تتواصل معايا وتعلم الفرنسيه صيفط ليا في الجيميل ديالي رقم الواتساب ديالك، وهناك الله صيفط ليا رقم الواتساب ديالك هنا في الجيميل، البريد الالكتروني ديالي اللي هو هذا. الا ما كتعرفش تراسل في البريد الالكتروني طلب غير من شي جارك ولا جارتك ولا عطى الله الناس، عافاك كتب ليا رساله لهذا السيد هذا، صافي، امور بسيطه جدا. الله يحفظكم، والله يسهل عليكم، والله يطول عمركم، وديما معكم كل يوم. وما تنساش وقف الفيديو وخرج صيفط ليا، هذه فرصتك. الله يحفظكم.